يا مرحبا من خليج عمان لتونسي، ومن بني قيس للميثال لجنب راسه، بالمقدشي وامير الرشاش والقنصي اللي كان في الحد يفرح بالضبا والقناصة. أخي المستمع الكريم، هذا القصيدة من كلمات الشاعر محمد ناصر المنتصر، جوابا على قصيدة الشاعر الكبير محمد أحمد عز الدين المقدشي. وشكرا. يالله يا حاكم الحكام حكمك قصي، جنبتنا من ذنوب الظلم واهل الدناسة، رجع لنا المسجد الأقصى مع المقدس. يا ثالث ثنين ويسرى انت دوس احدياسة، صليت ما يدرسوا عنا وفي يونس، على محمد رسول الله ولا أهل خاصة. يا مرحبا من خليج عمان إلى تونس، ومن بني قيس للميثال لوح جنب راسه، بالمقدشي رمي الرشاش والقنص، ذي كان في الحد يفرح بالضباء والقناصة، حد العشاش والزمامين يزرع الناعس، وهاجروا للمدينة بين ربع وناسا. حد العشاش والزمامين يزرع الناس، وهاجروا للمدينة بين ربعه وناسه، محمد أحمد علينا اليوم متحمس، يا بوه ما ضاقت نفاسه وما شد باسه. محمد أحمد علينا اليوم متحمس، يا بوه ما ضاقت أنفاسه وما شد باسه، ولا اتهمتك ولا نتا عضو في المجلس، لكن قدك عارف الخبرة وذي أساسه، عشرين محافظ ولا ما ناس من دورس، ولا الربيع ولا حجب ولا بنواسا. عشرين محافظ ولا ما وعنا ثمن دورس، ولا الربيع ولا حجب ولا بنواس، بطل علي الحيود العالية نكس، من الشباب المثقف حق سوق النخاس، لعبوا على شهر سبتان برعي المارس، شباب ما يعرف الثورة ولا طلق رصاصة. واليوم فوق الكراسي كل متخنفس،
حق الزلط كيف لا رجعت في كم من فساسة يا بنت الأجواب قومي بالعشي وارقصي يشاهدوا في الجزيرة صورة تشوف الدناس قولوا لابو بعد شوفت الوقت متخل بسي الصدق معدوم والكذاب قد حد فاسا الوقت متخل بساي الصدق مع دوم والكذاب قد حد فاس قد عادت الجاهلية وسأل العابسي ما باقي إلا الكنائس يرجعوا للكناسة يا مقدشي للخبارزة يدوشي ناقصي ما يرجع العقل للمعقول بعد انتقاصة مقدشي للخبار زواجد وشي ناقصي ما يرجع العقل للمعقول بعد انتقاص والأربعة في الحكومة وحماد الخامسي علي وشاجع وحامدا مرتبة واختصاص قد في الوزارة ميات عانسي وميت معنسي والرازق الله والماء أخلوق مقطوع ياسا والباقيين بايعيشوا في جروف الحصاصة أولادهم في فرانسيكو وفي قبرصي على جواز دبلوماسي بعد منحت دراسة واللي بذي قد مليكها أرضي ما تحتصي ذي ماسك أربع وظائف يستحق الحراسة واللي بذي قد مليكها أرضي ما تحتصي ذي ماسك أربع وظائف يستحق الحراسة ما مثلهم مجلس الدو وما هو للكونغرسي كلا ولا البابا أني كبير القداسة مثلهم مجلس الدو ما هو للكرسي كلا ولا لبابا أني كبير القداسة لكن قفل موت لاحا مي ولا حارسي كود الغني يلبس كفا نهوي يلبس قياسة صليت ما يدرسوا عنا وفي يونسي على محمد رسول الله ولا أهل خاصة